اهلا بمشاهدي سي تي في في كل مكان وبرحب بيكم في حلقه جديده من بيت على الصخر اساسيات اختيار شريك الحياه شعار الازلي الابدي اللي دايما في دماغنا ونيجي نسال كده طب يعني ايه اساسيات اختيار شريك الحياه يقول لك اصل مهم تكون بنت ربنا اصل لازم يكون بيروح الكنيسه كتير هنكون شبه بعض هنكون مش شبه بعض هنكون مختلفين هنكون قريبين لازم مستوى مادي مش عارفه ازاي ونتطرق لحته كده ممكن تكون شويه مواصفات ولكنها ليست اساسيات في اختيار شريك الحياه. يعني ايه اختيار شريك الحياه؟ ايه الاساس اللي بنختار عليه؟ هل احنا واعيين لده كويس قبل ما نقبل على مرحله الارتباط؟ هل فاهمين ده؟ هل عندنا مقياس معين نقدر نختار بيه شريك حياتنا ونشعر ان احنا هنقدر نكمل او هنقف هنا مش هينفع نكمل لان العلاقه ما فيهاش توافق ما فيهاش قبول لبعض؟ ايه اللي بيحدد ان الارتباط ده ناجح او الارتباط ده مش ناجح؟ هل الارتباط الناجح واختيار شريك الحياة بس انه احنا نحضر بيتنا ونشوف الامور المادية ونشوف هنعمل الخطوبة فين وهنعمل الفرح فين ولا في اساسيات اخرى مهم جدا قبل ما نفكر في ده نفكر في الاساسيات دي ازاي نقيم علاقه صداقه حقيقيه بيننا كخطيبين علشان نقدر نفهم بعض ونقدر نعرف اذا كنا مناسبين لبعض ولا لا حلقه مهمه جدا عن اساسيات اختيار شريك الحياه قبل ما نبدا حلقتنا النهارده مهم جدا نعرف انتوا رايكم ايه في اساسيات اختيار شريك الحياه ونرجع عشان نبدا حلقتنا اختار شريك الحياة طبيعي إن في حاجات مشتركة بينا هي اللي جذبتنا لبعض بس كمان أكيد في حاجات تانية إحنا مختلفين فيها وبنحاول دايما ندور على أرض مشتركة بينا يا ترى إيه الأساسيات اللي ما ينفعش تتنازل عنها وإنت بتختار شريك حياتك ده كان سؤال تقريرنا النهاردة تعالوا نعرف سوا يعني أول أساس إن أنا مفروض إن الراجل هو يشيل المسؤولية في ناس كتير او شفت نماذج كتير الراجل بيتملص من مسؤوليته او ما بيشيلش المسؤوليه كامله ويديها للست وده طبعا لا تاني حاجه الاحترام المفروض ان الراجل يحترم الست جدا قدام الناس وفي بيته وكده بس وان هو اصلا يكون قدوه في عينين ولاده دي اهم حاجه يعني اول حاجه لازم يكون متوفرة فيه مثلا طيبة يكون حنين آه تكون يكون متعلم فاهم ناجح دي من الاساسيات اللي انا هختارها في شريك حياتي اكيد. الحاجات الضرورية اللي انا اخد بالي منها لما اختار شريكة حياتي ان انا اختار الاختيار الصحيح. إيه لا بالشكل ولا بالجمال ولا باي حاجة. اهم حاجة الانسانة تكون النبع اللي جواها حلو، انسانة عايزة تعيش ترضى بالقليل قبل الكثير. تقف جنب جوزها في الدقيقه والشده زي ما قلت لحضرتك قبل كده دي الصفات اللي لازم تكون موجوده يعني تبقى مبتسمه تبقى واقفه جنبه تبقى ايدها بايده في كل حاجه معين نظيره مش آه كمان حاجه تتعب اكثر او تضغط اكثر عليه هو نفس الحكايه هيبقى كمان بيساعدني بس هيساعدني بايه؟ هيساعدني بكلمه حلوه هيساعدني بتشجيع تلقائيا هيعمل كده هو مش هيبذل مجهود ولا انا هبذل مجهود وبعد ما عرفنا اجاباتكم المختلفه عن اساسيات اختيار شريك الحياه تعالوا بقى نعرفها النهارده صح اكتر مع الاستاذ الدكتور ماهر الضبع استاذ علم النفس والمشوره العلاجيه بالجامعه الامريكيه اهلا بحضرتك اهلا بيكي منورنا النهارده أهلاً. عايزين بقى نعرف في البدايه السؤال الشائع اللي كلنا بقى بنتساءل فيه ايه اساسيات اختيار شريك الحياه هو فعلا سؤال شائع, شائع و... وعالم ومش فاهمينه لحد دلوقتي <applause> و... وبنفترض ايوه افتراضات يعني ان احنا لو عرفنا معلش دي بره الموضوع شويه لا معاك جدا ان احنا لو عرفنا ايه الاساسيات وعملناها كل حاجه تبقى تمام هيبقى زي الفل ايوه <applause> ومفيش خناقات بقى ومفيش صراعات وهنبقى سعدة ودايما كده عند الانسان الالي بس مش عندنا <applause> يعني مهما كان بنتكلم على اختيار ال... الواعي لشريك الحياه يعني الاختيار أو. الجيد لشريك الحياه مش معنى كده انه ده مش هيخلي هناك تحديات كثيره لما نتجوز وبرضه هقول حاجة لو فرض لو سمعنا حد متجوز ولقى إن اختياره أه ما كانش بينطبق عليه الكلام اللي هنقوله دلوقتي أو اللي هنتناقش فيه في الحلقة. الامتحان غلط يا جماعة شلو بالظبط. <applause> لا هيقول آه. شان غيره بقى. لا. <applause> دي مصيبه بقى لو هيقولوا بيفكروا كده مصيبه في ناس بتغير اه يعني مين بتتخيل انه هذا الارتباط محكوم عليه بالفشل لانه ما خدتش ده في الاعتبار لما اخترت شريك الحياه او ما كانش عندي نضج نفسي كافي لما اتجوز لما اتجوزت فبالتالي طبعا عندنا مشاكل طبعا جوازنا يعني بعافية بسبب هذه الأمور ويا إما زي ما بتقول يا إما طب خلاص باي بقى يبقى الجواز ده مش هتقوم له فكر إنه لو شاف حد تاني هيبقى تمام بس برضه هيبقى فيه مشكلة طبعا طبعا, طبعا بالظبط يعني وفي ناس تعتبر إنه يبقى معنى كده إن الجواز ده مش حسب مشيئة الله مم. لأن إحنا في فضائية مسيحية بنتكلم على مواصفات الاختيار شريك الحياة, الحياة. وانا ما عملتش الاختيارات دي او الاخر ما يعني ما تمتش الاختيارات دي بطريقه صح فبالتالي هذا الزواج مش حسب اراده ربنا الواحد بيسمع يعني في في عالم المشوره بنسمع العجب اوقات يعني كيف يبرر حضرتين. الانسان لنفسه قرار يعني انهاء الزواج ويبرره بحاجات تافهه زي كده وخلينا نشارك حاجه امبارح قلته الحلقه اللي فاتت انه رحله الوعي هي رحله طول الحياه فطالما هي رحله طول الحياه فرحله اكتشاف الاخر رحله مستمره طول الحياه اشكرك ده حقيقي كده؟ تماما 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 ومفيش وقت ما يعني لو احنا متجوزين برضو بخاطب اللي متجوزين إنه لو إحنا ما كانش اختيارنا بينطبق عليه المعايير اللي هنتكلم عنها دلوقتي هل معنى كده إنه هذا الزواج لن تقوم له قائمة أو زواج فاشل؟ لأ 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 ده إحنا بنتطور وبنتغير ورحلة العمر كله إن أنا أبتدي أتغير وهي تتغير علشان جوازنا يصبح زواج ناجح. حقيقي. وأضيف إنه الزواج من أقوى أدوات التغيير. زواج في حد ذاته جاست اتنين عايشين مع بعض كل واحد ليه شخصيه وليه واحد كل واحد ليه ظروف نفسيه وكل واحد ليه ضعفات نفسيه واحتياجات نفسيه واحتكاكه بالاخر بيعالج الكثير من الاضطرابات النفسيه انا يعني بشوفها كثير جدا انه ناس بعد فتره من الزواج كان عنده اضطراب ما في الشخصيه كان عنده وسواس قهري بالنظافة مش عارف ايه زائدة إيه او والعالجه هو الجواز ولا خد دواء ولا راح علاقته بشريكه بالظبط يا دكتور شريك الحياة ساعده قوي. ان يتغلب مش لان شريك حياته ده معالج نفسي ولا آه. طبيب نفسي لكن مجرد هذا التعامل والتواصل يصنع يصنع منهما اناس أه افضل جميل قوي بالحديد يحدده وكل إنسان يحدد وجه صاحبه في سفر الأمثال صح 27 أنه زي سكنتين احتكاكهم معا ما هماش يعني هذا الاحتكاك بسبب يمكن في بعض الاختلافات وبعض المشكلات وبعض يعني المسببات للخلافات اللي بينهم فهذا الاحتكاك بالرغم أنه هو مزعج وكثيرا مؤلم لكن يصنع منهم السكينتين دول لما بيحتكوا مع بعض كل سكين تصبح سكين افضل قادره انها تقوم بدورها بصوره افضل. الزواج يصنع منا اناس افضل انا اؤمن بالزواج تماما والسمعه السيئه عن الزواج هذه الايام كلام فارغ وخاطئه 100%. جميلة قوي، دعوة جميلة دكتور لبناء بيت على الصخر، إن كلنا صح نكون صح صح بنعفر علشان بيتنا يكمل. وأفتكر إن حضرتك قلت الحلقة اللي فاتت إن إحنا بنعي لنفسنا أكتر من خلال المشاكل، فخد من المشكلة دي خطوة للنجاح مش خطوة للفشل. أشكرك، ده حقيقي. صح كده؟ إن أنا بكتشف نفسي وبكتشف الحاجات اللي, اللي لازم اشتغل عليها من خلال المشاكل. والزواج الناجح مش اللي من غير مشاكل. صح. الزواج الناجح هو ايه؟ هو ايه دكتور؟ قول لنا عشان الناس فاكره انه اللي بلا مشاكل هو ده الزواج الجميل اللي بنشوفه في الافلام. حاجة مفيش حاجه كده. مفيش كده يعني. عندهم العلاقه دي في الفتره الاولى مثلا اوقات بتبقى في الفتره الاولى مفيش اي مشاكل و, و... يعني ولا هو بيزعل ولا بتزعل صدقيني لما بلاقي حاجه كده قال عليهم عليهم بكل تاكيد حقيقي <applause> مش مش ربما يكون في حد مستسلم تماما وحد طاغي تماما مصيبه فده اللي هو بدايتهم بقى كده زي العصافير بعد شويه هيبقى زواجهم في وضع سيء جدا لانه حد تحول الى طاغيه اكثر واكثر والاخر الى الاستكانه اكثر واكثر هيبقى في كوارث بعد كده. حقيقة يا دكتور خلاص انا انا مع الجمهور بقول لك اقتنعنا وما تقلقش وبيوتنا مكمله عادي. الشباب <applause> عنده يغير الفكره الخاطئه عن حقيقة. الزواج ويؤمن نعم ان الزواج بتروب. هو قرار ممتجد. رائع ولصالحه مش لصالح الاخر لكن لصالحه هو. هو ولا ولا حتى يعني بنقول اه بنتجوز طاعه لله لا ده ربنا بيقول اتجوزوا لانه ده أفضل ليك وليس جيد أن يكون آدم وحده يعني معينا نظيره بيبقوا هما الاثنين بيصنعوا كيان, كيان أعظم وأقوى. جميل قوي يا دكتور خلاص تعالى بقى نشوف اللي لسه هي... هيقبلوا اللي لسه على, شر... دي على دي اختيار شريك حياتهم دي دي دي. و... وخلاص فهمنا إن دي مش أيديال يعني وإن دي مش حاجة فظيعة بس ده على الأقل نكون في بالنا كيبنج ان مايند يعني إن تحط الحاجات دي في بالك وإحنا في الآخر بشر. واحنا مش انسان آلي يعني احنا بشر فعادي يعني فمحتاجين نشوف من حضرتك او تعلمنا ايه الاساسيات لاختيار شريك الحياه اللي هي الكلمه الشائعه بس عايزين ناخدها بحته عمليه اكتر النهارده. اوكي. ااا أه بقى قبل ما اقولها قبل ما اقول ايه هي الاساسيات عايزه اشيل مفهومين غلط. اه. لانه في مفهومين بلط. غلط أوه. عن اختيار شريك الحياه دول اللي موجودين في اذهان الكثيرين موجودين في السوق سوق يعني في في, في سوق المتزوجين مقبلين على الزواج عندهم مفهومين غلط اول مفهوم ان احنا لو بنحب بعض لو في مشاعر قويه دافئه يكسر كل حاجه كل حاجه الميديا بقى <applause> والافلام الاستديات الافلام مترسخه في بالنا يروج لهذه أوه. الفكره وطبعا بت يعني بنت الباشا بقى وانا ال... <applause> مش <applause> بس مش بس بتيجي من الميديا وال, وال... لكن بتيجي من خبراتنا السابقه اني انا لما كنت 15 سنه ولا 18 ولا ايا كان وحبيت بنت اه ما اتجوزناش لكن اختبر مشاعر جواه رائعه تجاه هذه الفتاه ان هو بيقول لو انا اتجوزت البنت دي طبعا هيبقى زواجنا ناجح لان انا البنت دي اي حاجه تعملها انا بقبلها، انا ممكن اسامحها لو عملت ايه، انا بحس في داخلي بعطاء وانكار ذات تجاهها، فطبعا لو انا اتجوزت بنت انا عندي هذه المشاعر تجاهها وهي عندها هذه المشاعر تجاهي، طبعا الجواز هيبقى ناجح، لهذا الانسان اقول له لا 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 هذه المشاعر هي في النهايه مشاعر جميله ودافئه ورائعه لكنها تتغير وبتيجي من ظروف مختلفة لو في اختلاف في شخصياتكم لو في عيوب في الشخصية حاجات اللي هنتكلم عنها بعد لحظات لو دي موجودة هذه المشاعر الدافئة الجميلة الرائعة قادرة انها تتحول الى كراهية تتحول الى رغبة في تمزيق الاخر بعد ناس نفسها تسمع بعد سنين لا مش مش بعد سنين, سنين مش بعد سنين اوقات لو في عيب في شخصيه هذه الفتاه او هذا الشاب وعيب من العيوب الثقيله بالرغم من المشاعر القويه الرائعه دي فعلا بتتحول الى رغبه في في ايذائه وببقى عايزه يعني يخرج من دائرة حياتي طب فين المشاعر بقى راحت فيه؟ كده <تروح> دي بقى عشان كده المشاعر عشان كده يقول الحب أعمى, أعمى أو الحب أعمى طبعا المشاعر دي متقلبة مم. يعني كتاب لما بيتكلم على أمنون وثمار وبيقول أمنون أحب ثمار محبة يعني فظيع وبعدين كده بيقول كره مم. ثمار بنفس القدر بنفس الماجنتيود يعني كان بيحبها قد كده اهو فخلال ايام كرهها بنفس القدر من القوه والمشاعر السلبيه تحولت من مشاعر إيجابية الى مشاعر سلبيه في القضيه ليست مشاعر يعني القضيه ليست مشاعر ليست مشاعر أوه. فلازم لازم الفكرة دي إن أنا اتجوزت اللي بحبه أو اللي بيحبني أو إن إحنا الحب بينا قوي وخلاص كفاية مش محتاجين نقعد ندور بقى يخوتونا بحاجات في ملامح الشخصية ولا مش عارفين كفاية الحب ينتصر على أي حاجة يبقى إحنا فاهمين الحب غلط يبقى إحنا فاهمين غلط مش ده الحب ده بيسمى الانفاتيويشن أو التأجج العاطفي آه هو مجرد مش حاجه وحشه مش حاجه آثمه ولا حاجه خاطئه لكنها مجرد مشاعر تأجج وانفعالات عاطفيه جايه منين ده موضوع طويل ما يعني مش هنقدر ندخل فيه لكن بسهوله ممكن يتغير الى عكسه أوه. في فتره قليله ممكن يتغير مش بس يقل هو هيقل طبعا بكل تاكيد لكن ممكن ان هو يتغير الى العكس ويتحول من العطاء الى الاخذ من ال... ان انا عايز خيرها تماما ان عايز اذيها تماما او عايز اذيه عايز اشوفه تعيس في فتره مش طويله وال... والنقطه الاخرى او المعتقد الاخر الخاطئ المعتقد الاخر هي انه اراده الله اه انه ربنا دي بقى فيها شغل كبير قوي بقى اللي هو اروح بقى هو الاستاذ ده بركه هيقول لي او ابونا مثلا بركه هو اللي هيقول لي او هديله ورقتين ويختار لي بقى يا او يا ابونا حط على المذبح كده عرفت اراده الله كان ربنا لغى علينا او حطيت ورقه على المذبح او اني انا عملت علامه اه <applause> <applause> انه يا <applause> رب انت سامعني وانا عارف انك انت عايز تختار لي البنت مش يعني البنت اللي مش عارف تقابلها ولا حط علامه ما يعني زي ما اسحاق ورفقه مع ان اسحاق ورفقه ما كانش ليها دعوه بالعلامه لكن الناس بتفهم الكتاب بطريقه على مزاجهم وفي النهايه يعني حتى مش بقول حط لي علامه لكن بشوف حاجه واقول هي دي العلامه. شبه بعض قوي دي الكلمه اول واحده قابلتها طيب اوكي جيت الاسبوع اللي جاي رحت الكنيسه اول واحده قابلتها أه ده كده بقى لو اتكررت ثالث مره يبقى اكيد ربنا بيقول لي دي علامه دي هي دي البنت اللي انا اخترتها لك. حاجه مؤسفه او انه ناس تفتح الكتاب وتقول مش عارف ايه وتحط صباعها على ايه او انه ناس تصلي مع ناس ويعني وت... حد كده يبقى ناضج في الايمان انسان روحي يصلي معايا ويقول لي ربنا بيقول لك مش عارف ايه اوعى تخلي حد يعمل معاك اوعى تخلي حد يقول لك ربنا بيقول لك اختار اه خد البنت دي او ربنا بيقول لك ما تاخدش البنت دي او البنت اللي انت اه خطبتها او هتخطبها دي مش اراده ربنا كده اه ممكن واحد دارس ويفحص معايا ويحل يقول لي ده مش لصالحك القرار ده مش لصالحك أوه. او الجواز ده مش لصالحك، لكن بيقول يقول مفهوم إيه؟ دارس دي مهمه قوي، مفهوم دارس دارس انه دارس وعارف ف... بالظبط متخصص، لكن كده انسان لا يعلم عني شيء او عن البنت اللي بفكر فيها لا يعلم شيء وبصوره ما عنده شفافيه لما يريده الله مني او او يقول لي اعمل كذا او ما تعملش كذا، اعتقد ده خطر جدا جدا، فالمفهومين دول خطئي. عند كتير من الناس بيؤدوا عند الغالبية من الناس بيؤدوا إلى قرار كارثي ده أنا حاسة أن دول الأساس اللي بنختار بيهم <تصنع> يعني, يعني كل اللي بيختاروا عرفت إزاي أصلا أنا بحبها جدا طب عرفت إزاي هو ربنا عايزه دول كلمتين والاتنين بيركبوا ببعض آه أو بجد إنه لإني بحبها جدا يبقى ده اللي ربنا اختاره لي لأنه مش ممكن المشاعر اللي عندي تجاهها دي تبقى جاية من الأرض أيه. دي مش ممكن بشريه دي اكيد جايه من عرش الله مباشره فاقتنع انه المحبه دي بتشير الى اراده الله وهي لا تشير الى اراده الله طب ده يخلي اه انا اسفه دكتور يعني ده يخلينا قبل ما ندخل على اساسيات اختيار شريك الحياه نفهم من حضرتك ما معنى المفهومين دول الصحيح يعني ما معنى الحب وما معنى اراده الله يعني بصي الحب مشاعر جميلة جدا ودافئة جدا وأوقات تبقى نقية جدا وطاهرة جدا ويعني هي جميلة وزي ما قال يعني سي اس لويس أحد العلماء المسيحيين علماء النفس واللاهوتيين المسيحيين قال إنه يعني بتشيلك من يعني الواحد بيذهل من المشاعر القوية التي تتولد في داخلك تجاه شخص ما فتزهلي فتحسي انه دي مش ممكن تبقى مشاعر طبيعيه اكيد من جايه من 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 الله لكن مره يعني هذه مشاعر جايه من مسببات معينه والمسببات غالبا بتبقى حاجات هامشيه تماما دي علاقه بالشكل ليها علاقه بالاستثاره الجسديه ليها علاقه بالانبهار بالاخر ليها علاقه بحاجه اسمها الصوره الذهنيه ان انا وانا طفل كان في صوره ذهنيه معينه عن في ذهني عن عتبه. فتاه معينه لو انا ولد عن فتاه معينه جايه منين الصوره الذهنيه دي جايه من الام احيانا جايه من حد محبب لي احيانا اخرى من مدرسه في مدارس احد كانت لطيفه ومحبه وزي السكر كده معايا صوره هذه الفتاه او او ملامحها الخارجيه تساهم في تشكيل الصورة الذهنية اللي عند الإنسان أو بتيجي من أنه أول مرة أحب يمكن عندي 11 أو 12 سنة أوه. وبحب واحدة ولا مدرسة ولا ممثلة ولا whatever ملامح هذه الصورة أو الممثلة أو whatever بتساهم في تشكيل الصورة الذهنية فلما بعد كده أكبر وأقابل حد ألاقي نفسي أنجذب جداً للصورة الذهنية اللي عندي لما بشوف حد بينطبق عليه الصورة الذهنية اللي عندي على أشهر. طول على طول تتحرك مشاعري تجاه أوه. او افضلها عن اخريات او تاخد عيني كده الاقي نفسي ماشي وراها في كل حته ليه لمجرد انه الشكل الخارجي مرتبط مع الصورة الذهنيه. القديمة موجودة الصورة الذهنية اللي موجودة عندي ايه علاقة ده بالجواز الناجح ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة وكان المشاعر ليست اشارة على الاطلاق على الزواج الناجح. إيه الجمله بتاعتك دي صح. مشاعر بنحكم عليها على الاطلاق على الاختيار الناجح. Yeah. يعني الجمله دي جميله جدا بتلخص اللي عايزين نوصله في موضوع المشاعر انها لا تشير yeah. ابدا yeah. الى الاختيار mm. الـ نقطة مهمة قوي دكتور، نقطة مهمة قوي قوي. لكن الحب ودي, ودي مش الحب الحقيقي، دي إيه بقى التأجج العاطفي، الحب الحقيقي هو اتنين واعين خدوا اختاروا كل واحد الاخر حسب المقاييس اللي هنتكلم عنها لكن هم عايزين هذه العلاقة تكبر بينهم وتتطور وتبقى علاقة دافئة ويبقى فيها امان ان انا احكي للاخر كل ما يحدث في حياتي يعني الكتاب لما بيلخص الحب الحقيقي او بيلخص العلاقة الزوجية الناجحة يقول اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة وبعدين بيقول لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه مم. يعني واحد بيسندني وبسنده لما يجي يقع ولا يبقى عنده تحدي لو اتجع اثنان يكون لهما دفء مش بس بيتكلم على الدفء الجسدي أو العلاقة الجسدية لكن بيتكلم على الدفء النفسي والعاطفي والروحي من الـ الـ إن هما مع بعض بيتكلموا مع بعض وبيحكوا بينفتحوا كل واحد للآخر وكل واحد بيقف مع التاني وقت الألم وقت الأزمة بفهم الآخر على مر السنين بشوف احتياجاته إيه وبسدد هذه الاحتياجات وبعدين بيختمها بي بيكمل نقطة كمان لو قام أحد على الواحد يعني لو في مشكلة بتواجه أحدهم يقف مقابله الاثنين يعني الاثنين بيقفوا مع بعض ضد مشكله بتواجه أوه. احدهما لان الخيط المسلوس لا ينقطع سريعا دي كلها حاجات اراديه أوه. خدي بالك انه كل ده بيجي في الاول بيقول اثنان خير من واحد لان لهما اجره اجره يعني آه مش مكافاه لكن اجره نتيجه طبيعيه للمشاركه ما بينكم بالظبط نتيجه طبيعيه لوجودهم معا لتعبهما نتيجة طبيعية للتعب فالموضوع عايز تعب بس وعايز مجهود تعب وحاجة أخرج برا مش ه... مش هبقى عايز أخد أخد أنا اللي بدي أه وده قرار إرادي بحت إن أنا مع هذه الإنسانة هنقعد وهنتكلم هنفتح معاها هسألها عن احتياجاتها هنعمل حاجات مع بعض هشوف هي متألمة من ايه وهقف معاها طبعا ما بتحصلش بالصورة المثالية من, من طب أول المشاعر. الطريق مفيش كده مفيش مشاعر هقول المشاعر دي بعد لحظات أوه. لكن يعني أنا ممكن أسري هذه العلاقة بقرارات إرادية بـ 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 ان انا اعمل سلوكيات معينه تجاه هذا الاخر وده بينتج مشاعر احنا بنحط المشاعر الحصان اللي قبل العربيه لكن هي واقع الامر ان المشاعر ده دي نظريه معروفه ومشهوره جدا اللي هي جي اسمها جيمس لانك ثيري بتقول انه تفترض لو انا عندي مشاعر سلبيه تجاه انسان لو انا مش بطيئه مشاعري سلبيه بسبب موروثات ثقافيه حدث حصل زمان ضايقني منه تربيت ان انا يعني ما احبش النوعيه دي من الناس ايا كان وبعدين فعندي مشاعر سلبيه لكن اخد قرار ارادي ان انا اعمل سلوكيات ايجابيه تجاه هذا الانسان صرف النظر عن رد فعله لكن انا هستمر اعمل سلوكيات إيجابية لهذا الإنسان أنا عارف أنه محتاج مش عارف إيه هجيب له أنا عارف أنه بيحب الورد بجيب له ورد بح... أنه بيحتاج حد يسأل عليه بسأل عليه بعمل سلوكيات جاية منين مش جاية من مشاعر إيجابية بالعكس دي هي أصلا مشاعر سلبية أوه. لو عملت كده جيمس لانج هم اتنين من أعظم علماء النفس عملوا النظرية دي مع بعض يقولوا مع مرور الوقت ومش وقت سنين لكن مع مرور الوقت سوف تتغير هذه المشاعر السلبية تبتدي تتكون قدر من المشاعر الإيجابية إذن الحب هو ده الحب هو ده اللي بينتج من قرار إرادي مش إن هو بيدفع السلوك لكنه السلوك يحرك هذه المشاعر مش معنى كده إن أنا بختار حد كشريك للحياة وانا ما عنديش مشاعر يعني مشاعري تجاهه فاتره او او سلبيه محاجر. لا لازم يكون في مشاعر هنرجع نتكلم عنها بعد لحظات لكن م. احنا انا بكلم مره تانية اللي اوريدي خدوا قرار وبقول لهم انه حتى لو انت وجدت في داخلك ان المشاعر اللي كانت موجوده ابتدت تفتر او اصلا ما كانتش موجوده تستطيع بناء هذه المشاعر من خلال أفعالك من خلال أفعالك من خلال قرار إرادي لو وربنا إزاي ربنا يطالبنا أن احنا نحب وأنا عاجز أن أنا أضع في داخلي مشاعر حب يعني 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 ربنا يقول لي لازم تحب طب انا ماليش كنترول على مشاعري انا عندي مشاعر سلبيه مثلا اغيرها ازاي يا رب لا لازم تحب، غيرها ازاي؟ قولي غيرها ازاي؟ فربنا بيقولي غيرها بسلوكك، غير سلوكك ولو غيرت سلوكك سوف تتغير مشاعرك، معجزه ستحدث بس المعجزه في ايدك انت تقدر تصنع هذه المعجزه بانك انت تعمل سلوك ايجابي يؤدي الى تغيير المشاعر وبدوره يؤدي الى مزيد من السلوكيات الايجابيه يا طيب عايزين نعرف ما هي اراده الله بس هنطلع فاصل ونرجع عشان نفهمها اكتر من حضرتك هنروح فاصل ونرجع عشان نعرف اكتر ما معنى اراده الله في اختيار شريك الحياه نروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا من الفاصل وبنتكلم النهارده عن اساسيات اختيار شريك الحياه وعايزين دلوقتي نعرف نقطه مهمه جدا ما معنى اراده الله؟ بنكمل حلقتنا النهارده مع الاستاذ الدكتور ماهر الضبع استاذ علم النفس والمشهوره العلاجيه بالجامعه الامريكيه عايزين بقى نعرف من حضرتك ما معنى اراده الله بشكل صحيح؟ يعني اولا لازم اقول حاجه يمكن صادمه للناس هو كله صادم النهارده؟ من اول ملح معنى ملح الحب دي آه غايبه علينا يا أقول كلنا لا <applause> فعلا نقطه <مليش. تصفيق> مهمه جدا الصدمه <أنا> ايجابيه <applause> لما بصدم الناس بحس ان انا عملت حاجه كويسه دي حاجه حلوه قوي <applause> انا مش بتضايق ابدا خصوصا نقطه إنه البيوت قادره تكمل حب اوعى إيه تقول انه مفيش حب لا وا. انت اللي قادر بسلوكك تعمل الحب ده كمل يا دكتور جاي من خارجي لا ده جاي منك من داخلك النقطه الصادمه بقى ربنا مش مرتب حد لحد احنا بنتخيل عندنا مفهوم قدري ضار جدا احنا واخدينه من من مصادر مختلفه وبنفتكر ان الله بيتعامل معانا بهذه الصوره القدريه ان يعني كل الاحداث اللي بتحصل هي اراده الله القصديه حد يعمل حادثه ربنا قصد انه يعمل حادثه اراد أفضل. الله أن يعمل حادثه اصاب بمرض هذه اراده الله كل حاجه هي اراده الله القصديه فاوقات بنتخيل في في موضوع الارتباط ان ربنا مرتب حد ليا ربنا يعني حاطط لي شخص هو ارادته ان انا ارتبط بهذا الانسان تحديدا ولو انا ما ارتبطتش بيه وارتبطت بحد تاني انا خارج اراده الله، لو انا اكتشفت بقى اه عرفت من ربنا ان هو ده اللي يا رب انت اخترته ليا وارتبطت بيه يبقى الجواز آه. ناجح. هذه مفاهيم كلها خاطئه. الله حاطط معايير ومقاييس بعضها هنتكلم عنه دلوقتي، لكن هذه المعايير لانه عايزنا نرتبط ارتباط ناجح. آه. عايزني ما تكعبلش في جوازه فاشله. علشان ربنا عايز حاجة تاني مني عايزني نتغير إلى تلك الصورة عينها ربنا عايزني أنمو في علاقتي بإلهي ومع مرور الوقت أتغير أني أتشبه به الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين ده هدف وجودي أنا موجود في الحياة عشان أتغير وأتشبه بإلهي لو أنا تعكيت في جواز خربانة حتعطل التغيير ده فربنا عايزني أبقى سعيد في جوازي عشان أقدر أركز في هذا الذي خلقني من أجله لو أنا عندي اضطرابات نفسية بتعطلني على هذا التغيير فالله يريد لي إن أنا يبقى لا أعاني من اضطرابات نفسية كثيرة لأنها هتعطلني عن عن تحقيق هدفه فاذا فكره ان الله هو اللي بيسير هذه الامور بارادته القصديه هذه غير حقيقيه الله بيحط معايير ومقاييس معينه عشان اختار كويس انا ابنه عارفه الاب لما يقعد مع ابنه ولا يقعد مع بنته او الام مع بنتها وابنها وتقول له بص حبيبي انا نفسي انك تبقى سعيد في حياتك انا نفسي انك لما تتجوز يبقى جوازك ناجح وعلشان جوازك يبقى ناجح خد بالك من كذا وكذا وكذا ده جمال ده يعني ده جمال علاقة إلهنا بينا هو اختار أنه يسمي نفسه أب الأب بيعمل كده الأب الأحمق بقى اللي يقول بصي انا اخترت لك البت دي بنت العمده ولا اخترت لك اخترت لك بنت عمك ولو جوزت بنت عمك يبقى انت انا راضي عنك اتجوزت اي واحده تانية يبقى انا مش راضي عنك يبقى مش كده الهنا مش كده الهنا مش زي هذا الاب الاحمق اللي بي لكن بيه الاب الجميل اللي بيقعد مع ابنه يقول له عشان جوازك يبقى ناجح خد بالك من كذا وكذا وكذا وانا لما بختار في اطار هذه المقاييس ببقى جوازي ناجح، أيه. اخترت خارج هذه المقاييس بدفع ثمن غالي لكن بيبقى صراع يعني. صراع عشان أيه. هذا الزواج ينجح، فاذا السؤال الثاني بقى كيف يعلن الله مش ارادته، ارادته كلمه يعني مضلله او او تلخبطنا لكن الله يعلن ارشاده اللي هو الاب اللي بيعلم ابنه أوه. الله يعلن ارشاده حيدوه. ازاي مش بيعلنها بالاحلام ولا بال... بالايه في الكتاب حظك اليوم ولا حظك اليوم <applause> بالضبط ولا العلامات ولا ولا حتى ان حد يجي يقول لي خسرت لك مش عارف ايه ولا الله يعلنها من خلال الجهاز اللي الله لنا اللي قادر انه يحلل ويفحص ويختار اللي هو بحط المقاييس جواه وابدا بقى اشغله بالظبط بالظبط بحط المقاييس دي جواه المقاييس, المقاييس اللي ابويا قالها او يعني الله بيقولها لنا في الكلمه المقدسه او بيقولها في العلم في علم الزواج والمشوره الزوجيه حط هذه المقاييس جوه ذهن الانسان والانسان يفكر ويفحص ويحلل ويختار هل الله خارج الصوره مطلقا الله هو اللي بيحط هذه المقاييس والله ده انا الجهاز يعني الله جزء فاعل في في الامر مش خارج الصوره جميله قوي النقطه دي يا دكتور يلا بقى نعرف هذه الارشادات اللي قالها يعني. لنا ابونا هقولها في يعني على الاقل رؤوس المواضيع مش يعني مش هنقدر نتعمق في كلهم لكن اول واحده هي غريبه شويه يمكن صادمة برضو انه اول واحدة اوقات الناس تقول اه انها البنت دي تبقى بنت ربنا والولد ده يبقى ابن ربنا مش اول واحدة مش هقولها اول واحدة هقول انه لازم يبقى فيه كيمياء كيمياء اه ال... يا سلام الكمية. على الكيمياء دي كيمياء <applause> الشخصية كلمة شائعة البيرسونال كيمستري يعني كلمة شائعة فعلا ايه معناها؟ ما مع الناس بتفتكر الكيمياء هي الحب هي المشاعر هي, هي المشاعر اللي طلعت غلط من شويه <applause> اللي هي ما دام في تاجج عاطفي يبقى الكيمياء زي الفل لا مالهاش دعوه مالهاش دعوه بالكيمياء يا جماعه دلوقتي مالهاش دعوه بالكيمياء خالص الكيمياء الجيده بين الشخصيات هي في ان احنا لما بنقعد نتكلم بنعرف نتكلم تدفق الحوار تدفق الحوار آه، ان انا بقعد مع حد بنعرف نتكلم في واحد ناخد وندي مع بعض بالظبط نعرف نتكلم من غير ما في ناس ممكن يبقى هو انسان زي الفل وجميل جدا ونبقى رايحين اسكندريه فيقعد جنبي في, في القطر لكن هو انسان رائع ولا انسان رائع لكن ما فيش حوار بين فيش فيش مواضيع نعرف نتكلم فيها يبقى الواحد قاعد عايز يعني عيب ما نتكلمش فالواحد يقعد يعتصر من نفسه حاجه عشان يتكلم وفي حد تاني تلاقي نفسك الحوار متدفق مش آه. صعب ان احنا نقيمها دي تلاقي الحوار متدفق ويطلع من موضوع لموضوع حياتي. ونعرف نتكلم مش متفقين في كل حاجه مش معنى كده ان احنا كل حاجه موافقين على بعض مع بعض فيها لا ممكن مختلفين بنعرف نتكلم بنعرف نختلف. نختلف حتى. نعرف نختلف نعرف نختلف كمان اه نقطه تانية نقطة. ان انا وانا قاعد مع هذا الانسان ببقى تلقائي بمعنى ايه اني انا زي ما أنا عارفة؟ لأ أتجمل يعني؟ لا، لا أحتاج أن أتجمل، أوه. أنا عارفة إن أنا ضحكتي عندي ضحكه كده اوقات بتبقى مش عارف ايه فانا عايزه بقى وانا قاعده مع الشخص ده <applause> خد بالي تماما ان انا ما اضحكش الضحكه اياها دي <applause> انا عندي بروفيل حلو وبروفيل وحش يعني البنات أوتي. البنات والولاد في <applause> ناس <applause> عارفه الناحيه الحلوه والناحيه النص نص انا عايزه وانا قاعده مع الهندي ده ان انا له البروفيل الحلو فانا عايزه اصدر لي او عايز اصدر ليها يعني أفضل ما فيا بمعنى إني أنا أخفي الحاجات اللي مش كويسه وده شيء إيجابي إلى حد ما لكن أنا قاعد سلف كونشس كده قاعد واخد بالي قوي من نفسي إني أنا ما أضحكش بالطريقه دي إنه شعري مش عارف ما يبقاش إزاي فأنا يعني مش تلقائي غير إن أنا قاعد مع حد اللي هو بيني وبينه كيمياء جيده إن أنا بضحك زي ما بضحك وبتكلم زي ما بتكلم ومش شايل هم قوي شعري الناحيه دي ولا الناحيه ولا البروفيل الناحيه دي ولا حتى نحيدي. في طباعي حتى في طباعي ان انا ممكن اتكلم بالظبط اشكرك انه اتكلم على ارائي الحقيقيه انه لا لازم اقول الرأي أو اقرب منه مثالي لما يقول لي على حاجه مثلا بنتكلم على الكنيسه بنتكلم على السياسه بنتكلم لازم اقول الراي المثالي لا انا يعني ممكن اقول رايي الحقيقي وابقى تلقائي في في ارائي وانا مطمئن من انه الاخر حيقبل هذا مني مش حيديني عليه أوه. حاجه ثالثه مهمه هي الشعور بالامان في الانفتاح قريبه من نقطه الاراء الحقيقيه لكن ان انا بتكلم عن في نقاط ضعف فيا ممكن اتكلم عنها. مش قلق مش قلقه ان انا لازم بس اصدر النقاط الايجابيه لكن ممكن اتكلم عن نقاط ضعف. اتكلم عن انه علاقتي بامي مثلا مش قد كده، مش هقولها لحد وما اقدرش اقولها لحد، لكن وانا قاعد مع الشخص ده اللي بيني وبينه كيمياء جيده ان انا ممكن انفتح بالظبط طبعا مش بحس بالامان من الحكمة ان انا اقول من اول مره أيوة بالتدرج بقى بالظبط ان انا بعد شويه احس بالامان ان انا احكي على حاجه ربما اخشى ان انا احكيها لحد تاني وفعلا فعلا ما بتحسش بالامان لحد تاني اه لكن اني انا حاسه بالامان تعبير اللي انت ان انا اقول ومش خايفه ان انا اقول انه اه في حاجه انا مكسوفه منها او في حاجه او ان فشلت في مش عارف ايه او ان عدت سلام يا عم عمر ايا كان يعني او تقعدي مع حد كده يخليكي يو لايك يور سيلف يعني يبقى عندك ثقه في نفسك ومش بس ثقه في نفسك لكن تبقي بتحبي نفسك او شايفه نفسك ان انت شخصيه تستحقي ان حب أحبي. غير مشروط مثلا أه لا مش دي بالظبط يعني في واحد ممكن اقعد معاه ويخليني دمي خفيف يخليني بتكلم بثقه وبلقطها بسرعه ولو انا بحكم على نفسي لا انا فعلا النهارده وانا قاعد مع فلان ده دمي خفيف تلقائي وذكي قلت تعليقات ذكيه وفهمت حاجات بصوره سريعه يعني انا في احسن حالاتي وانا مع فلان بعديها بخمس دقائق اروح اقعد مع حد تاني، انسان كويس جدا ولا ولا انسان ناقد يعني انسان حلو، لكن الاقي نفسي لا دمي مش خفيف، تعليقاتي مش ذكيه، مش بلقطها بسرعه، دي حاجه صعب ان احنا نحددها قوي لكن بس لا بس بس لكن صعب سوري ان انا اشرحها قوي لكن بنختبرها آه كلنا في حياتنا. بتلاقي في علاقاتنا. تلاقي انا عارفه وانا قاعده مع فلان إني أنا ببقى في أحسن حالاتي، ببقى دمي خفيف وذكية وتعليقاتي ذكية فيخليني في أحسن حالاتي. مع واحد تاني أوه. مش مش, مش بيطلع الحاجات الإيجابية اللي جوايا، مش, مش قادرة بيطلع. تطلع، مش مزقوقة. مش تعليقاتي مش مش ذكية ومش مش بلقط الكلمة اللي بتتقال، فدي النقطة الرابعة، النقطة الخامسة والأخيرة فيها المشاعر. ربما مش المشاعر التفجر المشاعر القوية بتاعت التأجج العاطفي لكن في مشاعر دفء إن أنا بنبسط وأنا قاعد معاه معاه أو معاها أنا مبسوط وأنا قاعد معاه مش قاعد أبص في الساعة وإمتى نخلص لكن أنا مبسوط لما أبقى عارف إن أنا رايح أقابلها أو إن هتكون في المكان ده مفيش بقى التفجر الفظيع بقى والقلب لكن أنا مبسوط أني أنا هشوف تتدرج هذه المشاعر إيه هذه المشاعر تتدرج أوه. مش بقى انفجار قوي بعين ينزل أوه. إلى ما شيء لكن كل ما بنقعد أكتر كل ما بحس براحة أكتر لو ما عادش معاها لفترة بحس أنها وحشاني مشاعر هادئة لكن موجودة تعرف بعكسها في واحد لما بقعد معاه هو انسان كويس كل حاجه لكن مش مبسوطه وانا قاعده يعني عمال ابص امتى نخلص امتى نروح وانا رايحة اقابله تقيل على قلبي القاعدة معاه هو انسان كويس وانا كويس وكل حاجه لكن في حاجه برضه صعب تعرفها لكن في قدر من النفور الغير مدرك بيني وبين هذا الشخص ما ينفعش اتجوزه ما هي يمكن. ما ينفع هو ده ممكن الحق يبقى الحقيقة. هو ما بيش زيه في الدنيا لكن ما ينفعش اتجوزه نقطه حلوه وجود الخمس حاجات دول خمس اساسيين يعني مهمين جدا في الكيمياء وما ينفعش نتجوز من غيرهم اه ما ينفعش اتجوز واحد ما بعرفش اتكلم معاه ما ينفعش اتجوز واحد بحس ان انا سيلف كونشس كده ومراقبه نفسي زياده عن اللزوم ما اتجوز واحد ما ما بلقاش نفسي في احسن حالاتي وانا معاه ما واحد ما احسش بالامان ان انا احكي له عما يحدث في حياتي ما ينفعش اتجوز واحد لما بقعد معاه بحس بالضجر والنفور ما ينفعش فالخمس حاجات دول هم الكيمياء لازم يكونوا موجودين من غيرهم ما فيش جواز جميل قوي يا دكتور النقطه دي ذكرت من شويه نقطه بنت ربنا فأنا حسيت إنه مش دي بقى المعيار خلاص كده مفيش حاجة اسمها إنه العلاقة الروحية أو الروحانية مع الله ليست بهذا الشكل يعني ليست إن أنت تروح الكنيسة بقى وقايم نايم في الكنيسة ولكنها تقوم على هذه الخمس نقاط الأساسية اللي متهيألي في حاجات تانية بربنا يعني. في حاجات تانية في تاني. حاجات دول اه دول, دول البداية اه في ناس على على تكملة لكلامك في ناس يعني كفاية إنها بنت ربنا أوه. وهي بنت ربنا وخادمة رائعة في الكنيسة وكل الناس في الكنيسة بتقول ليست مقياس بت... لما بتخش تدرس مدرس لاحد حد هايلة ولما بتشعر عارف ايه فيكفي فيك ان انا ارتبط بانسانة احنا في نفس الارضية الروحية المشتركة ارضية روحية مشتركة جميلة مش أمينة. كفاية مم. لكن مهم انها تبقى موجودة مم. لكن احنا عاد بنحطها نمرة واحد وبنقول مم. منها غلط لانه دي لو موجودة خلاص مش مهم أوه. اي لا. حاجة تانية مم. لا طبعا هي احد الامور المهم انها تبقى موجوده بصي برضو عايز أ... مش عايز اتطرف في كده يعني ممكن نبقى مختلفين في بعض المفاهيم الروحيه طب يعني في دقيقه فهمنا النقطه دي يا دكتور يعني ممكن يبقى ليا تساؤلات معينه روحيه مختلفة عن تساؤلات هي مش بتتساءل تساؤلات يعني تساؤلات أوه. أوه. ودي بتطرح حتة انك عندك شعور امان في الانفتاح أوكي. حلوة. أنا بنفتح بأفكاري وأنت بتنفتح بأفكارك. حتى في هذه الأمور الروحية. آه حلو يعني مش ضروري نبقى. بك. متطابقين تماماً في كل قناعاتنا الروحية. أنا بحب أخدم مع دول، أنا بحب أخدم أنا أحب أخدم بكلام أعلم. لكن لا، أنا ما بحبش أخدم بالتعليم. انا هحب اخدم ان انا اروح اسال عن الناس وازورهم طبعا بتختلف الخدمه طيب ما احناش متطابقين روحيا ولا في مفهوم الخدمه أوه. لكن ارضيه يعني... روحيه مشتركه ونرجع بس للنقطه النقطه دي وبنكمل بعض اوقات بنكمل بعض آه روحيا طيب الحاجات الثانيه المشهوره بقى السن السن سن اه اه في في اساسيات اخرى اه اه في اساسيات أوه. اخرى وهي اكيد اساسيه يعني ممكن نختم بيها الحلقه بقى طيب أقولهم بقى كده جري أوه. في دقيقتين عشان نختم بيها الحلقه. طبعا اصل الحاجات دي مشهوره فمش محتاج لكن محتاج انا شايفه ان دول ما كناش بنتطرق ليهم قبل كده فدول الاساس بتاعنا بس نختم الحلقه بالحاجات اللي كنا عارفينها قبل كده. السن متقارب مفيش حاجه اسمها الواد اكبر من البنت كلام فارغ الاثنين قريبين من بعض لو في فرق لصالحها او لصالحه مش كارثه ما يبقاش فرق كبير السن يبقى متقارب المستوى التعليم يبقى متقارب دي من النقطه الكويسه المهمه قوي انه ما يبقاش في فرق في التعليم ضخم لان ده بينتج عنه عدم احترام للاخر عدم تقدير لاراء الاخر فالمستوى التعليمي قريب للاسف انه لو لصالح الولد ما بيبقاش مشكلة كبيرة لكن في مجتمعنا عندنا للاسف كتيرة بيبقى لما بيبقى اللي. البنت اكتر بتبقى مشكلة المستوى الاجتماعي للاسرتين مش ضروري يبقى زي بعض لكن متقل. مش فرق مهول مش فرق ضخم بين الاثنين لان انا نتاج اسرة فلو انا الاسرة دي مختلفة بدرجة كبيرة عن الاسرة الثانية يعني احتمال كبير يبقى بتبان في حاجات زي بناكل ازاي وبنلبس ازاي وبنختار وألفاظنا ايه يعني المستوى الاجتماعي والثقافي للاسرتين حلو لو يبقى قريب من من بعض طبعا نقطة أخيرة بقى معانا اه نقطة أخيرة العيوب اللي في الشخصية لو أنا في عيوب في الشخصية عندي او عندها ده لازم يعني نتجنب الحاجه اللي فيها العيوب اللي في الشخصيه اللي ذكرناهم في حلقه تانية لو هو عايزين نرجع اللي هي فكره رحله الوعي بالنفس اللي هي, هي الاساس بتاعنا في النقطه اللي هي دي هي انا عندي علاقات اعتماديه ولا لا انا عندي انعزال اجتماعي ولا انا عندي ميول اكتئابيه ولا لا عندي م. حاجات في شخصيتي اخد بالي وانا برتبط وانا بختار انه ما يبقاش في هذه العيوب في الاخر فنتجنب هذه العيوب في شخصية الإنسان اللي أنا بفكر أرتبط بيه الاساسيات مهمة جدا يا دكتور هنشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتور ماهر الضبع أستاذ علم النفس والمشهورة العلاجية بالجامعة الأمريكية شرفتنا ونورتنا النهاردة شكرا لك شكرا لحضرتك جدا أساسيات مهمة قوي عشان نبدأ بيها رحلة الارتباط نشوفكم الجمعة الجاية وحلقة جديدة من بيت على الصخر